مرحبا بكم، حلقة جديدة من همزة وصلة تبدأ معكم على شاشة النيل الأخبار، والمطلوب فيها دائما مشاركة قناة النيل الأخبار في الموضوع الذي سنطرحه على حضراتكم. تعرفوا عليه بعد الفاصل. مرحبا بكم مجددا. الاستحقاق الثالث والأخير في خارطة الطريق إذن هو الانتخابات القادمة الخاصة بمجلس النواب. مجلس النواب الذي من المقرر أن تجرى انتخاباته قبل نهاية العام الجاري. نحن نتحدث عن حياة سياسية في مصر تسير إلى الأمام، ولكن هناك العديد من التحديات وأيضا المتطلبات كي نسير في الاتجاه الصحيح. شكل التحالفات بين الأحزاب السياسية المختلفة وفرص فوز التيار الديني بمقاعد داخل مجلس النواب. هل البيئة السياسية في مصر أصبحت مهيئة لأن يكون المواطن المصري على وعي كامل بانتخاب نائبه داخل مجلس النواب، أم أن هناك الكثير ممن نتطلبه في هذه المرحلة؟ شكل الاستعدادات المختلفة، القوائم المطلقة، وأيضا نسب الفرد المقررة وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخابات، 80% للمقاعد الفردية أو المستقلة و20% للقوائم. دعونا نتحدث معا، هل استعدينا لهذه الانتخابات؟ وما هي معلوماتكم المختلفة عن شكل التحالفات السياسية بين الأحزاب؟ دعوني أذكركم بموقع همزة وصل على مواقع التواصل الاجتماعي همزة وصل إي جي، سواء على الفيسبوك أو على تويتر. وأيضا يمكنكم إرسال أرقام هواتفكم الخاصة ونحن سنوالي الاتصال بحضراتكم. التواصل دائما معكم وبكم، ونقل أراءكم المختلفة هي التي تسري همزة وصل. أتابع هذا التقرير ثم نعود فورا لبدء الحوار. مع انتهاء المرحلة الثانية من خارطة المستقبل والتي تجسدت في عبور مصر محطة الانتخابات الرئاسية بنجاح، بدت المعركة قوية بين الأحزاب والقوى السياسية والشبابية لخوض غمار المرحلة الثالثة، وهي الانتخابات البرلمانية والتي لم يتحدد موعدها بعد. فالقوى السياسية تسعى بكل جهدها لإقامة تحالفات انتخابية وإعداد قوائم وأسماء بالمرشحين الذين ستخوض بهم انتخابات البرلمان المقبلة، في إشارة إلى تحول إلى عصر ديمقراطي انتزعه الشعب المصري بيده بعد ثورتي 25 من يناير والثلاثين من يونيو. كثير من المراقبين يرون أن هناك دورا كبيرا ملقى على عاتق الأحزاب السياسية في مصر من أجل حشد المصريين مسبقا وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات لاستكمال خارطة المستقبل وبناء غد مشرق. يأتي هذا في حين يؤكد البعض أن تأسيس ديمقراطية حقيقية في مصر يعتمد بالأساس على قدرة الأحزاب والتيارات السياسية على التنسيق فيما بينها لإنجاح الانتخابات البرلمانية القادمة وبناء مجلس تشريعي قوي، مشيرين إلى أن البلاد تواجه تحديات كبيرة تستدعي من كافة القوى السياسية والوطنية إعلاء المصلحة العامة على المصلحة الحزبية في التحالفات الانتخابية. الكلمة التي دائما ما تتردد، تغليب المصلحة العامة على الحسابات الخاصة، هل هذا متوفر الآن في الأرضية السياسية في مصر أم لا؟ من خلال تحالفات حزبية لخوض الانتخابات الخاصة بمجلس النواب القادم. دعوني أستقبل أولى آرائكم المختلفة مع زميلي رمضان المطعني عبر الإنترنت. إليك رمضان.
نعم هبة، بالفعل جاءتنا الكثير من التعليقات على موضوع حلقة اليوم عبر موقعنا على التواصل الاجتماعي فيسبوك حول سؤال حلقة اليوم الذي يقول: هل وضحت ملامح التحالفات الحزبية استعدادا للانتخابات؟ ونبدأ مع أحمد عز الذي كتب يقول: بالفعل أن الدولة تتجه نحو التعددية وتهتم بالسياسة على أساس ولا تهتم بالسياسة على أساس الطائفية أو الأساس الدينية، وبهذه الطريقة ننمي فكرة الوحدة الوطنية ونجد نائب مجلس الشعب المسلم يدافع عن المسيحي والعكس، ويا رب أحرس مصر. أما مصري الذي كتب يقول: بينما يحاول الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة المهندس محلب دفع عجلة التنمية والإنتاج بسرعة الصاروخ إلى الأمام، نجد أن الأحزاب المدنية للأسف تسير نحو التحالفات بسرعة السلحفاة بسبب الخلافات والنعرات الشخصية الكذبة. وأقول لهم أن الشعب لن يرحمكم إذا كانت النتيجة برلمان يشبه البرلمان الكارثة السابق لا سمح الله، مع كل الصلاحيات الكثيرة الجديدة التي تجعل الحاكم الآمر الناهي في كل شيء تقريبا طبقا للدستور الجديد، وفي النهاية نحن نعول على اختيار الشعب. أما عوض الذي كتب يقول: في الحقيقة نحن كثيرا ما نسمع عن الأحزاب السياسية، ولكن لا نرى ولا نسمع عن أي إنجازات لتلك الأحزاب، وكأنهم حبر على ورق وأحزاب زي الألعاب الكرتونية. وأحب أقول: لم ولن يتم تحالف أي من الأحزاب والحركات والاتجاهات السياسية إلا بانضمامهم لصفوف الشعب، وأن يضعوا أيديهم في يد الشعب، وأن يعملوا لخدمة المجتمع والوطن، فسوف هناك يتم التحالف لجميع الأحزاب. أما غير ذلك يبقى الناس دي بتلعب تضيع وقتها على الفاضي. وأخيرا حمى الله مصر والوطن. أما إبراهيم شريف كتب يقول: لم يعد عندي ثقة في الأحزاب المصرية، وأعتقد أنها ليست على مستوى الحادث في مصر من تنمية ومسؤولية كبيرة يتم تحملها الرئيس والمواطن المصري، والخوف كل الخوف من الصلاحيات الدستورية التي أعطاها الدستور للبرلمان القادم، وسيتحكم في كل شيء في الدولة على أن يكون أعضاء من هذه الأحزاب الورقية، ربنا يستر. أما عز عبد الجليل التي كتبت تقول: لا لم تتضح بعد أن الأحزاب المصرية أحزاب ورقية ليس لها رأي، ودائمة الخلاف مع بعضها البعض، وقد تتفق اليوم وتتخالف ثم تختلف في صباح اليد. وبرأيي لا أمل فيها، والحمد لله أن الرئيس السيسي لا ينتمي لحزب من هذه الأحزاب. كانت هبة هذه بعض الآراء التي أتتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وإلينا المزيد. إليك هبة. أشكرك رمضان، وأشكر كل من شاركنا بالرأي حتى هذه اللحظة. تخوفات مشروعة من شكل البرلمان القادم أو تحديدا مجلس النواب. هناك عتب واضح أيضا على مجموعة الأحزاب التي هي على الساحة أو الأحزاب الأشهر لتعريف الجمهور أو الاقتراب منه بشكل كبير. دعونا ننتقل إلى باقة من الاتصالات الهاتفية التي ستنضم إلي الآن. الدكتور صلاح صب الله نائب رئيس حزب المؤتمر، وأيضا الأستاذ أحمد حسن القيادي بالحزب الناصري، والأستاذ مجدي عيسى القيادي بحزب الكرامة. أرحب بكم جميعا. دعني أبدأ معك دكتور صلاح، حيث نتحدث عن شكل التحالفات الحزبية، هل تسير بالشكل اللائق ومدى تعريف المواطن بها؟ أولا طبعا احنا بنتكلم عن حياة حزبية على فكرة، أو ميراث متراكم يعني من الأداء يعني السلبي لبعض الأحزاب، وبالتالي يعني نلتمس العذر للمواطن اللي لديه انطباعات سلبية عن بعض أداء الأحزاب بشكل عام. إنما أتمنى يعني حتى أنا استغربت إن الزميل العزيز اللي جاي من الأخبار على فيسبوك انتقى كل الأخبار التي تعبر عن هذه يعني هي عينة عشوائية، هي بتبقى عينة عشوائية دكتور صلاح. العينة العشوائية ده كده لا، ده هو كل ما ذكره من أخبار وكأنها نسبة 100% من الناس انطباعات سلبية عن الأحزاب، وانا متصور ان دي لا تعبر عن الواقع الحقيقي يعني بشكل كبير. هناك فعلا يعني انطباعات سلبيه. طيب حضرتك من حقك انك تنقل وجهه النظر المخالفه للاراء التي وردت حتى اللحظه، او كان فيها الاختيار العشوائي للرد عليها؟ اذا كانت التخوفات واضحه من هذه العينه التي تم انتقائها من على الانترنت، اذا انت ممثل لاحد الاحزاب، تحدث من وجهه نظر الحزب في مواجهه الجمهور. أنا عايز أقول لحضرتك إن الانطباعات دي أو تخوفات الناس في محلها، إنما الأحزاب السياسية بتجتهد بقدر ما هو متاح ليها من إمكانيات وكوادر وهياكل تنظيمية ومقرات على مستوى المحافظات، وبدأت الأحزاب فعلا تستفيق وتعي
أن شرعيتها ستمتد من الشارع وليس من حاكم أو من رئيس أو من حكومة أو من خلافه. فبدأت الأحزاب تعي هذا الدرس. أنا مستوعب أن هناك فعلا تغير في أداء الأحزاب بشكل عام. الحزب الذي كان يعتمد على أنه رخصة ومقر رئيسي وتواجد في بعض البرامج التلفزيونية أصبح يلجأ إلى الشارع، لأنه خلاص لن يبقى متواجدا ولن تستمر دورته السياسية إلا بوجوده من خلال برلمان منتخب. والأداء الحقيقية أن يبقى ليه نواب في البرلمان المنتخب اللي هو التواصل مع الجماهير. جميل. ده حاصل على الأرض يا دكتور صلاح بقوة تقدر بمعرفة الناس بالشكل الكافي أو بالقدر الكافي لهذا الحزب وتكوين أرضية شعبية ومن ثم انتخاب نائبه؟ لا، هو أولا لا، على الأرض لما بنتكلم على النهاردة ما تقدرش تقول إن الأحزاب نجحت تنتصل إلى كل نبوة وكرة مصر يعني أو لكل مواطن مصري. إنما الأحزاب من خلال بقى إن هي التكتلات السياسية وإن هي بتعمل في عمل جماعي وعمل جبهوي، زي مثلا إحنا في حزب المؤتمر اشتركنا أو انضممنا إلى ائتلاف الجبهة المصرية مع عدد من الأحزاب الأخرى. هناك ائتلاف يعني تحالف؟ ائتلاف يعني تحالف بالضبط كده. عدد من الأحزاب على فكرة، ومعنا اتحاد عمال مصر ومعنا الاتحاد العام للنقابات المهنية، هناك على الجانب الآخر تحالف الوفد المصري، هناك تحالف التيار الديمقراطي، هناك تحالف 25-30. بدأ الجميع يؤمن بأهمية العمل الجماعي والعمل الجبهوي. طيب. أن نتحالف جميعا. أستأذنك أن تبقى معي دكتور صلاح لأني هعود لنفس النقطة معك، لكن بعد التعقيب مع ضيوفي الكرام أنتقل إلى الأستاذ أحمد حسن القيادي بالحزب الناصري. أستاذ أحمد، تعليقك على ما ورد وموقف الحزب الناصري من انتخابات مجلس النواب القادم. بداية أمين عام الحزب الناصري ولست قيادي في الحزب الناصري، مجرد أهلا بك يا فندم. الحقيقة أنت لمستي موضوع في غاية الأهمية، يعني كل الجماهير المصرية وكل الشعب المصري الآن يعيش مرحلة انتظار مجلس النواب يعبر حقيقة عن آمال الجماهير وآمال في التغيير السياسات الموجودة، سواء كانت هذه السياسات اقتصادية أو اجتماعية أو حتى السياسات الإقليمية والعربية والدولية. وبالتالي نحن نحتاج إلى مجلس يستوعب كل هذه الأمور. بكل أسف إحنا نعيش مرة أخرى، يعني نسمع طبعا في جبهات وفي ائتلافات موجودة وأحزاب محترمة في داخل هذه الائتلافات، وتحاول هذه الائتلافات أنها ترسم خط عام لكل تحالف من هذه التحالفات حتى تصل إلى جماهير. طيب خلينا نتكلم عن هذه التحالفات ربما يجهلها الكثيرون. لا، ما هو أنا سمعت دلوقتي الدكتور صلاح حسب الله أعلق على الأربع تحالفات. ائتلاف فيما يخص حزب المؤتمر ومن ينضم له في ائتلافه الخاص، لكن ماذا عن التحالفات الأخرى؟ هو أعلق أكثر من خمس ائتلافات، في الوفد المصري، في تجمع الجبهة الديمقراطية، في أكثر من ائتلاف. الخشية هنا أنه بدأ يتصدر للناس أن هناك من يتصور أنه يستطيع من خلال المال السياسي مرة أخرى كما كان يفعل جماعة الإخوان وغيرهم قبل ذلك أن يعود المال السياسي ويسيطر على الحياة السياسية. طيب. دعنا نتحدث بشكل أكثر قرب وأكثر صراحة. المال السياسي أو النفوذ، التخوفات فيما يخص المقاعد الفردية التي هي ستمثل النسبة الأكبر في قانون الانتخابات وهي نسبة 80%. تقسيم الدوائر غير متضح حتى اللحظة بشكله النهائي. هل الائتلافات أو التحالفات ما بين الأحزاب ستنجح في النظام الفردي أم هناك تغليب للمصالح الخاصة ربما يجعل من ينزل الدائرة من أكثر من حزب يتضاربون في المصالح ومن ثم تفتت الأصوات؟ لا، ما شوفي حضرتك، يعني في المقاعد الفردية يعني ما فيش حزب من الأحزاب الموجودة، وهذا كلام على مسؤوليتي، يستطيع أنه يملأ كل الفراغ أو يملأ كل المقاعد اللي موجودة، 420 مقعد لا يستطيع أي حزب. وبالتالي ده سهل التنسيق فيما بين هذه الائتلافات وبين هذه الأحزاب حتى وبعضها. لو كانت في الفردي مش في القوائم. أنا بتكلم على الفردي. نعم. القوائم ما فيهاش هذا الصراع يعني، إنما نعم. بتكلم على الجلسات الفردية
سياسة فردية مش هيكون فيها صراع، لأنه زي ما بقول لحضرتك أنه كل الأحزاب تحتاج إلى بعضها البعض وتكمل بعضها البعض في الدوائر المختلفة، خاصة أنه كثير من وما فيش نفوذ سياسي يعني أنا لا أتصور أن هناك نفوذا سياسيا لأحد يستطيع من خلاله أنه يحصل على نسب معينة في المقاعد، لكن هناك في نفوذ مالي. النفوذ المالي هو الأخطر في هذه المرحلة. يعني كلنا هل نستطيع مجابهته؟ هل نستطيع مراقبته ومتابعته؟ نحتاج مراقبته ومجابهته من خلال الدور الحقيقي للأفراد الأحزاب القيادات الأحزاب الموجودة في المواقع المختلفة، وأيضا دور تكميلي ومهم جدا، مش تكميلي وأساسي في الموضوع، هو دور أجهزة الإعلام. ودي مسألة توعية تحتاج إلى يعني نحتاج فيها إلى دور للإعلام واضح وصريح بلا مواربة، لأنه في المقابل هناك فصيل. طيب. هناك الآن يتحدث قبل الدخول في مسألة التوعية أو اشتراك مؤسسات الدولة المختلفة في هذه التوعية ومنها الإعلام، أرجوك أن تبقى معي، سأنتقل إليك مرة أخرى لكن بعد اتصالي مع الأستاذ مجدي عيسى القيادي بحزب الكرامة. أستاذ مجدي، تحدثنا عن فكرة التحالفات، بدرت في أولها مع حزب المؤتمر الذي تحدث فيه الدكتور صلاح حسب الله، وسنوالي مرة أخرى توضيح الفكرة منه، وتحدثنا أيضا مع الأستاذ أحمد حسن عن مسألة التوعية. حزب الكرامة موقفه في الانتخابات القادمة، وهل من تحالف انضم إليه أم ما زال قيد التفكير بالنسبة إليه؟ هو بداية أرحب بالحوار حول هذا الموضوع الشائك والشائق. الشائك لأنه هو موضوع اللحظة حاليا بيمس الاستحقاق الثالث اللي ثورة 30 يونيو باعتبارها حلقة من حلقات ثورة 25 يناير كانت بتأكد عليه، وهو الانتخابات البرلمانية اللي نعتقد انها تأخرت قليلا. بالنسبة لسؤال حضرتك، احنا في حزب جزء من التيار المدني الديمقراطي اللي بيتكون من احزاب الدستور وحزب العدل وحزب التحالف الشعب الاشتراكي وحزب مصر الحرية، وهذا التحالف المدني الديمقراطي منفتح على فكرة أوسع مضمونها هو ان احنا بنسعى لبناء تحالف سياسي لدخول الانتخابات، هدفه الاساسي استبعاد رموز دولتي الفساد والاستبداد، رموز دولة مبارك ورموز دولة برأيك شكل التحالفات الحالي اللي ظهر حتى لو كان ليس في الشكل النهائي، من ربما هناك احزاب تنضم الى تحالفات اخرى، لكن هل برأيك هذه الوتيرة التي تسير عليها الأحزاب المصرية هل ستنجح بالفعل لغلق الفرص أمام التيار الإسلامي من دخول البرلمان أو مجلس النواب تحديدا كما كان سابق في المجلس في النظام السابق في العام الماضي؟ الأمر كله معتمد في المسألة دي على الشعب المصري، ولا شك ان الاخوان المسلمين والتيارات الاسلاموية دي كانت بتستخدم في خطابها الانتخابي للشعب المصري اسلوبين اتنين طول عمرها، وكانت بتعرف تكسب بيهم انتخابات النقابات وبعض الكراسي في المجالس النيابية السابقة، المال السياسي والخطاب الديني اللي بيعتمد على تغييب البرامج الانتخابية والوعي السياسي والمطالب البرامجية من خلال برامج محددة تستهدف تحليل الواقع ومشاكله وتقديم حلول ليها. الإخوان والتيارات الدينية كانت بتعتمد على إقصاء القوى السياسية باستخدام هذا الشعار الديني اللي بيستبعد زي انتخبوا أصحاب الأيدي المتوضئة، اللي بيعني بمفهوم المخالفة أن الأيدي الثانية غير متوضئة أو أيدي نجسة إلى آخره، والإسلام هو الحل بمعنى أن الأحزاب الثانية لا تقدم الإسلام إلى آخر هذه الشعارات. وبالتالي مطلوب مننا احنا كقوى سياسية أن احنا ننفتح في حوار
يستهدف استبعاد هؤلاء ومعهم ايضا رموز دولة الفساد. طيب احنا عودنا لنفس النقطة. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ مجدي عيسى القيادي بحزب الكرامة. وسريعا اعود الى استاذ احمد حسن القيادي بالحزب الناصري، لان نفس النقطة التي تحدث عنها استاذ مجدي نود استكمالها، مسألة التوعية وما هو منوط سواء بمؤسسات الدولة المختلفة، اعلام اظهر كافة دور العبادة ودورها في المرحلة القادمة من الانتخابات. سريعا يا استاذ احمد. يعني انا عايز بس نبقى على ارض الواقع، واقفين على ارض الواقع والحقيقه تبقى واضحه قدام الناس قدام الجماهير. يعني ده مهمتنا، مش بس نقول كلام في يعني في السياسه في التحليل السياسي، انما مهمتنا ايضا ان في صوره لازم تبقى واضحه عند الناس، وهو انه الان يحدث تكتل ما بين الجماعات، ما يسمى بالجماعات الاسلاميه على مختلف اتجاهاتها، وهي كلها نابعة من معين واحد. نعم. تعددت فيه الأشكال وتعددت فيه المسميات، لكن كلها نابعة من معين واحد. الآن يتم تشكيل جبهة أو كتلة تسمى الكتلة الإسلامية، هتنزل الانتخابات وهتخوض الانتخابات. لو كنا مش منتبهين للأمرين، أمر الشعارات ما يسمى بالشعارات الإسلامية، وهي من وجهة نظري بعيدة كل طيب البعد عن الإسلام، وهنا يكمن دور التوعية الخاص بالإعلام كما والأمر الثاني ذكرت. هو استخدام المال السياسي الذي يتساوى مع استخدام هذه الشعارات. نحن لم يعني برغم كل المتغيرات التي حدثت في المجتمع، لكن الشعب المصري بشكل عام حتى الآن لم ينتقل من مرحلة الفرز الحقيقي أو قدرته على الفرز الحقيقي. نعم. ما بين من يرفع الشعارات ومن ينفق أموال وبين من وهنا ربما تكمن الخطورة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد حسن القيادي بالحزب الناصري، وأيضا دكتور صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر، والأستاذ مجدي عيسى القيادي بحزب الكرامة. دعوني أنتقل أيضا إلى باقة من أراءكم المختلفة، لكن هذه المرة عبر سكايب، مع الأستاذ باهي العبادي من المملكة العربية السعودية. برحب بك يا أستاذ باهي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ باهي تتابع نعم معك تتابع سير الحياة السياسية في مصر، ونحن مقبلين على الاستحقاق الثالث فيما يخص الانتخابات القادمة لمجلس النواب. كيف تقيم الوضع من وجهة نظرك ومدى تعريفك بالتحالفات الخاصة بالأحزاب المختلفة فيما يخص هذه الانتخابات؟ نقيمها أنه ما فيش انتماء لمصر، شايفه أنا كل واحد بيدور على مصلحة نفسه. ما أنا شايفه كل حزب بيجرب الانتخابات نشوفه في الشوارع، غير كده ما بنشوفش أي أحزاب على الأرض يعني قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات بفترة. لا نشوف الأحزاب دي على خالص، نشوفهاش على الأرض، إنما لما يجرب الانتخابات شوف الأحزاب بقى على الأرض هنعمل وهنسوي مش عارف ايه. احنا عايزين أحزاب حقيقية لصالح مصر. أحزاب حقيقية تعني ترجمتها ازاي من وجهة نظرك؟ يعني الشغل يبقى لمصلحة مصر وليس حزبي. نعم، بس هذا كل اللي احنا عايزينه، ان احنا الأحزاب يعني هم مش ممكن هنا كين مثلا دينا مثلا 20 حزب وما فيش حد فايد اصلا البلد بشيء. كل واحد يدور على مصلحة نفسه، الحزب الكذا الحزب الكذا الحزب الكذا. لا، احنا عايزين 5-6 احزاب بس يشتغلوا لمصلحة مصر. يعني العبرة ليس بالعدد الكثير لكن بالفعل على الارض. انا بشكرك جزيل الشكر الاستاذ باهي العبادي، انت مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية. ارائكم ما زالت متواصلة معنا في همزة وصل، هذه المرة عبر عدسة البرنامج في الشارع المصري. أنا من بلد من قرية ما فيش أي حاجة من الأحزاب ظهر، هي الأحزاب الإسلامية كانت مسيطرة على القرية وما فيش أي أحزاب دلوقتي، أنا ما بنشوفش أي حزب على الأرض. لا، هي لسه ما تحددتش، ده لسه في احتمالات إنهم يأجلوها للسنة الجاية، ده لسه ما تحددتش.
لسه لحد دلوقتي في ناس في البرامج التوك شو بيقولوا يا نأجل وناس تقول لا ما نأجلش. مازال لحد الآن مفيش حاجة مبينة إنه في تحالفات قوية تقدر تظهر إنه في التحالف ده هيؤدي لنتائج كويسة. حضرتك كده لسه مفيش حاجة ظهرت بشكل محدد، يعني هنا عامل حزب وهنا عامل حزب وهنا عامل حزب، إن مفيش تكتل وفيش حاجة معانا تفرض نفسها على الساحة. وفي نفس الوقت يعني الوضع مش غامض لحد دلوقتي، المواعيد الواضح هيبقى شكله ايه غامض لحد دلوقتي، شاف حاجات مش ظاهره قدام مش واضحه، لان اساسا مش لاقي حد على الساحه فعلا يمثل الناس، يعني الفئه اللي في الشعب. كل اللي موجودين لما بيدور على كرسي منصب واخبار حضرتك، وبعدين ما فيش لهم ملامح ولا رؤى محدده. فين الرؤى المحدده دي؟ فين هو كشخص مرشح من الاهالي الناس الفقراء والشعب والطبقه الكادحه والعاملين والعمال والكلام ده كله؟ هم فين اساسا؟ لا احنا كمواطنين عاديين مش لاقيين الاحزاب دي على الارض الواقع ولا في الشارع، ولا تلاحم مع المواطنين الفقراء والمساكين والناس الغلابه اللي عايشين في الحته العشوائي. هو ده مجلس الشعب. أعود وأؤكد مرة أخرى أن هذه الآراء هي عينة عشوائية، سواء فيما يرد إلينا عبر الإنترنت أو عبر عدسة البرنامج. المواطن المصري له عتب كبير على الأحزاب، حتى لو كانت الأحزاب تمارس العديد من الجهود أو الكثير من الجهود ليكون لها تواجد داخل مجلس النواب القادم، لكن ربما هناك فجوة لا يشعرون بها. إذن نحن ننقل لهم هذه الآراء من الشارع المصري. الجمهور يريد مجهودا أكبر من الأحزاب المدنية. دعوني أتابع أيضا باقي من الآراء المختلفة مع زميلي رمضان المطعم. إليك رمضان. نعم هبة، ما زالت ردود الأفعال تتوالى على حلقة اليوم، ونستكمل مع ماهر مكرم الذي كتب يقول: الصورة لم تتضح بعد، ويوجد انشقاق في الصف المصري، وهذا ما سوف يؤثر مستقبلا على وحدة النسيج المصري، لكن لا يا مصر. أما محمود يحيى الذي كتب يقول: لا أظن ذلك أبدا، وأنا لا أحترم أي حزب، لأن كل الأحزاب غرضها الأول هو السعي للسلطة وعدم احترام مطالب الشعب، كما في حزب الحرية والعدالة والحزب الوطني في مصر. مصر تحتاج على مسؤولين شرفاء وشعب يعمل ويكافح للنهوض بالدولة اللي عاشت 30 سنة في الفقر والمشاكل والأزمات. أما ناصر علي يقول: في مصر ليس هناك تحالفات حزبية، ولكن هناك مصالح شخصية للمتحزبون. أما أحمد محمد الذي كتب يقول: لا ولن تظهر لها أي دور، لأن الشارع لا يشعر بوجود هذه الأحزاب. ومعنا محمد العرايشي الذي كتب يقول: لقد قلتها تكرارا ومرارا أن الأحزاب المصرية ضعيفة ولن ترتقي إلى مستوى رجل الشارع، لقد كان أمامها فرصة ذهبية أن تلتحم بالشارع الثلاث سنوات الماضية، ولكنها لم تستغل الفرصة، هذا أدى إلى فقد ثقة الشارع فيهم. أما ناصر حجازي الذي كتب يقول: لم ولن تتضح ملامح التحالفات الحزبية لوجود هشاشة وميوعة فيها بسبب قيامها على المصلحة الخاصة وعدم وضوح الرؤية وعدم وجود أرضية مشتركة تبشر بالتعاون بعد دخول البرلمان، فبعض الأحزاب تطالب بكتابة القائمة باسمها، وآخر يبحث عن وضع مناسب بالقوائم ويطالب أن يوضع إما على رأسها وإما لا، كما أن القوائم تجعل نجاحها كلها أو فشلها، مما جعل التحديات أكبر لأحداث توازن لضمان النجاح والمنافسة، وقانون الانتخابات أتاح فرصة كبيرة للفرد. أما أبو أدهم الحفني الذي كتب يقول: هو في عندنا أحزاب أصلا عشان تتحالف، وإذا وجدت فتحالفتها من أجل المصالح الشخصية فقط، والشعب الذي يتودون إليها أثناء الحملات الانتخابية وإنهم سوف يعملون من أجله ومن أجل البلد سرعان ما تتبخر بعدما يصل المرشح إلى البرلمان. أما حامد الصيفي الذي كتب يقول: إن مصر تمر بمرحلة سياسية خطيرة، ونحن على أعتاب انتخابات برلمانية، والأحزاب ليس لها وجود ملموس على الساحة،
فهل الأحزاب تدرك ما يمكن تداركه وحمى الله مصر وشعبها؟ أما سالم العزومي الذي كتب يقول الناس تقريبا ما عادتش عندها ثقة في الأحزاب، لكن يجب على حمل التمرد التي كانت هي المحرك الأساسي للشعب المصري للخروج بمصر من الأزمة التي وضعها فيها قيادات الفصيل الواحد، يجب أن تكون لها دور أساسي في الانتخابات القادمة وإعطاء فرصة للشباب وتفويت الفرصة على كل من فلول مبارك وفلول الإرهاب وأصحاب المصالح الشخصية حمى الله مصر وشعبها. كانت هذه هبة بعض العينات العشوائية التي أتت إلى موقع التواصل الاجتماعي وهي تعبر عن آراء مشاركيها ولا تعبر عن وجهة نظر القضاء عن وجهة نظر القناة بأي شكل من الأشكال. إليك هبة. أشكرك رمضان وأشكر كل من شاركنا بالرأي والتحليل من وجهة نظره. دعونا نتحدث عن خطورة البرلمان القادم. مجلس النواب القادم الأغلبية أو الأكثرية فيه هي التي ستشكل الحكومة. الحكومة ستكون شريكا أساسيا لرئيس الجمهورية فيما يفعله على الأرض، وأيضا هذا البرلمان هو من ننتظر منه الكثير من القوانين والتشريعات المختلفة. خطورة الأمر تجعلنا نتحدث من كافة الأطراف سواء الخاصة بالجمهور أو من وجهة نظر الأحزاب المختلفة. هذه المرة أنتقل إلى الأستاذ حاسم عبد الله عضو حزب الدستور وأيضا الأستاذ عماد عطية عضو حزب العيش والحرية. أستاذ حازم دعني أبدأ معك وتعليقك عما ورد من آراء للجمهور تتحدث عن عدم شعورها بجهود الأحزاب المختلفة أو حتى بتحالفاتها على الأرض ومن ثم التخوف من شكل المجلس القادم. مساء الخير أولا. طبعا معظم الجمهور والقواعد الشعبية الموجودة في الشارع قد تكون محقة في وجهة نظرها حول عدم تواجد الأحزاب موجودة في الشارع حاليا، نظرا لأن الأحزاب بالفعل بتركز على التحالفات وعلى المحافظة وعلى فكرة أكبر عدد من المقاعد التي ستحصل عليها في البرلمان القادم. أنا أتخيل أن التحالفات حاليا وقع في مأزق مكون من شقين. المأزق الشق الأول هو استيعاب الشخصيات التي كانت محسوبة على نظام مبارك من منتمين للحزب الوطني المنحل، نعم، أو من اصطلح على تسمياتهم بالفلول، نظرا للخبرة الكبيرة لهذه الشخصيات في التعامل أو التعاطي مع المسائل البرلمانية، وهي تخوفات مشروعة يا أستاذ حازم. وهي بالطبع تخوفات مشروعة. طبعا هناك أحزاب موجودة على الساحة ترفض تماما التعامل مع مثل هذه الشخصيات حتى لا تثبت مصداقيتها التي اكتسبتها بعد ثورة 25 يناير و 30 يونيو. المسألة الثانية اللي أعتقد أنها مطار خلاف شديد جدا بين التحالفات المختلفة أو الأحزاب المختلفة هي مسألة المحافظة أو المقاعد التي سيتم الحصول عليها كل لكل حزب منفرد. طيب فكرة القوائم المغلقة أو المطلقة بتعني أن الترتيب ليس له أهمية داخل القائمة، نعم أم لا؟ نعم نعم بالضبط نعم، لأن باعتبار الترتيب ليس له أهمية، والقائمة إما تنجح بأكملها أو تفشل بأكملها. بالضبط القائمة التي تنجح ب 50% زائد واحد من الأصوات تنجح بالكامل. نعم. كويس. بس الفكرة الأساسية دلوقتي أنه هناك أحزاب تصر على قيادة تحالفات والحصول على أكبر عدد من المقاعد، وهذه الأحزاب ليس لها انعكاس حقيقي على الأرض أو الشارع، لا سيما أن هذه الأحزاب تسعى إلى بناء تحالفات مع قواعد عائلية وقواعد قبلية موجودة في الصعيد تحديدا وموجودة في بيظهر أكتر على الفردي ولا على القائمة نفس الاسلوب؟ هيظهر على الفردي أكتر باعتبار أن الفردي هو اللي هيشكل أغلبية البرلمان، يعني ده حوالي 450 مقعد من مقاعد البرلمان. طب خلينا نتخيل المشهد، لو في دائرة فيها أكتر من حزب نزل يعني نائب، من المفترض أن يكون نائب بالنسبة له أو مرشح بالنسبة له في الأكثر من حزب نزله في دائرة واحدة، ده مش بيجعل في تفتيت للأصوات في المقابل أن التيار الديني أو الأحزاب ذات المرجعية الدينية أيضا ستطرح مرشحها في هذه الدائرة، لمن ستكون الغلبة في الصالح أو في الطالح؟
أن يكون العدد كبير على من ناحية المرشحين؟ هو أنا أتخيل أن المسألة هيبقى ليها بعد آخر يعني هيبان بعد صدور تقسيم الدوائر الانتخابية بالشكل النهائي بالضبط. حتى هذه اللحظة لن يصدر هذا القانون وإن كان هو طور الإعداد حاليا، بس حتى هذه اللحظة بمعظم الدوائر ستكون الغلبة للمقاعد الفردية، ستكون الغلبة للتطبيقات القبلية والتطبيقات العائلية مثلما كان الحال تحديدا قبل ذلك. ده من احد الانتقادات او احد المثالب التي وجدت تحديدا لتغليب النظام الفردي على البرلمان المقبل. نعم. انه هيخلي اليد العليا للتطبيقات القبليه والتطبيقات العصبيه، وهي دي التطبيقات ذات التاريخ في الدوائر عندنا هنا، ودي اللي تحدثنا عنها كثيرا في المخاوف قبل صدور قانون الانتخابات. بالضبط كده يا فندم بالضبط. طيب لكن الشكل هيكون ازاي برضو حضرتك؟ انا عايزة اتخيل لو الدائرة نازل فيها اكتر من مرشح تبع للأحزاب المدنية وهناك مرشح واحد تبع حزب له مرجعية دينية. هو انا يعني بعد الضربات الأمنية الأخيرة اللي تم توجيهها لجماعة الإخوان المسلمين بعد حضرها، كويس، اعتقد انه يعني ما اعتقدش انه المرشحين المستندين الى مرجعيات دينيه سيكون لهم نفس القاعده الشعبيه او الجماهيريه التي كانت. يعني حضرتك بتراهن على الوعي؟ بالضبط، انا براهن على الوعي، واعتقد ان مساله الوعي حتى لو كان في نوع من استخدام المال لكسب الاصوات. استخدام المال ده هيتم استخدامه من قبل الجميع يا فندم، ده هيتم استخدامه من قبل المرشحين اللي نازلين على خلفيات او مرجعيات دينيه، وايضا من قبل المرشحين، لان انا بتكلم في الاساس على نظام فردي، كويس، والنظام الفردي ده نظام بيتعامل بالمال اساسا. فحتى استخدام المال ده هيكون على كل المرشحين سواء كان المرشح المدني او المرشح النظام الفردي سيشمله بمميزاته وعيوبه على الجميع، ده رايي. بالظبط بالظبط طيب انا بشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذه حازم عبد الله عضو حزب الدستور، وانتقل الى الاستاذ عماد عطيه عضو حزب العيش والحريه. استاذ عماد، حزب العيش والحريه، هل بترى ان هذا الحزب ربما في توجهاته وافكاره المختلفه قريب من الجمهور؟ طبعا زي ما واضح من الاسم، يعني احنا اساسا بنعتبر نفسنا حزب طالع ومتبني برنامج بتاع الثوره بشكل كامل. انما انا كنت عايز ارجع بس الكلام اللي بدات حضرتك فعلا دي، وهو متعلق باهميه البرلمان القادم. فعلا البرلمان القادم هو برلمان بالغ الاهميه، ليس فقط لانه واخد سلطات اكبر بكثير مما حظى عليها اي برلمان اخر فيما يتعلق بتشكيل الحكومه وبالرقابه على اداء الحكومه وسحب الثقه منها او من اي من اعضائها، صحيح، ولكن ايضا لانه بتنتظره اجنده تشريعيه بالغه الاهميه. صحيح. احنا صدر لدينا دستور جديد وكثير من التشريعات المعمول بها في مصر وبعضها تشريعات صدر بعد هذا الدستور مخالفه للدستور بعد قرار الدستور، زي قانون التظاهر وزي قانون بتاع تحصين التعاقدات الحكوميه من التقاضي. اذا احنا عندنا اجنده تشريعيه مهمه جدا تتعلق بتنقيه وتعديل التشريعات الموجوده. لا دي لسه ما زالت نقطه جدليه، هل القوانين التي صدرت ستعرض مره اخرى على المجلس القادم ام لا؟ يعني هي لسه قضيه خلافيه، هي اصلا المحكمه الدستوريه قبلت الطعن عليها، يعني فبالتالي اصبح هي مطعون في دستوريتها فعلا يعني. وبالتاكيد البرلمان القادم لازم، لان هو جزء اساسي من مهمته مراجعه التشريعات لكي تصبح متماشية مع الدستور، ما مش ممكن عندي تشريعات تتناقض مع الدستور. طيب أنا عايز أسأل حضرتك، متى ظهر حزب العيش والحرية وهل له من انضمام إلى أي من الأحزاب المدنية؟ حزب العيش والحرية ظهر من فترة، هو كان في قريبة وهو لازال حزب تحت التأسيس. نعم. وبنعمل في بالتعاون مع كل القوى القريبة منا. وأقرب شيء لينا إحنا عندنا مؤتمر صحفي مشترك بعد بكرة يوم الاثنين مع الأحزاب القريبة منا، زي التيار الشعبي، زي حزب الصقور، زي حزب التحالف الشعبي، زي حزب مصر الحرية. نعم. عاملين مؤتمر صحفي مشترك بخصوص قضية تم
قانون التظاهر، واللي هم دخلوا في اضراب عن الطعام بقالهم اكثر من اسبوع. نعم. وفي اضراب عن الطعام خارج السجون كمان تضامنا معاهم، ودي قضية مهمة احنا مهتمين بيها في الوقت. طيب، اذا هي قضايا عديدة لحزب العيش والحرية، لكن عفوا على السؤال، فضولي جعلني اتحدث عن اي فكر او اي ايديولوجية يتحدث عنها هذا الحزب تحديدا ومدى تعريف الجمهور به. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ عماد عطية عضو حزب العيش والحرية. اخيرا انتقل الى رمضان المطعمي. نعم هبه، نتواصل وتتواصل التعليقات على الحلقه، ونبدا مع جمعه عمر. عاوزين احزاب تعيش معاناه، تدور على الغلبان، مش الغلبان هو اللي يدور عليهم، وبعد ما ينجح ما يعرفش عنه حاجه. اما اياد الغول الذي كتب يقول لسه ما فيش ملامح للتحالفات الحزبيه الى الان، نحن نريد مجلس يضم كافه الشعب. أما حشمة غازي الذي كتب يقول نحن الآن على وعي كامل بما يدور بالدولة، ولن يكون هناك من يستطيع أن يغيب المصريين عن الحقيقة باسم الدين، لم ولن يستطيع أي حزب أن ينجح إذا كانت خلفيته دينيا. أما إبراهيم شريف الذي كتب في تعليقه ردا على نائب رئيس حزب المؤتمر يقول تعليقي على نائب رئيس حزب المؤتمر الذي يقول أن كل الآراء العشوائية التي قيلت في هذا الموضوع ليست على حق، أقول له انزل الشارع واسأل المواطنين هل تعرفون حزب في مصر اسمه المؤتمر، واسألهم أن يذكرون عدة أحزاب. كانت هذه آخر التعليقات التي أتت إلينا. إليك هبة. أشكرك رمضان، وأشكركم على كل ما ورد إلينا في هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن مصير مجلس النواب القادم من خلال الأحزاب المختلفة ومدى نجاح تحالفاتها على الأرض حتى الآن. مشاهدينا الكرام، انتهت حلقة اليوم من همزة الوصل. غدا حلقة جديدة تتحدث عن سؤال آخر، برأيك هل تحب أو ترغب في أن تعمل مؤسسات الدولة المختلفة حتى الساعة 7 مساء يوميا أم لا؟ شكرا لكم وإلى اللقاء.